أعلن مكتب محافظة دهوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن نجاح عملية المحاكاة الثالثة استعدادا لانتخابات برلمان كردستان المزمع إجراؤها في 20 من شهر أكتوبر المقبل. وقال مدير مكتب الانتخابات في دهوك خالد عباس خلال مؤتمر صحفي إنه تم استلام جميع المواد اللوجستية، ونسبة توزيع البطاقات البيومترية تجاوزت 96%. الاستعدادات جارية لانتخابات برلمان أقليم كردستان والتي من المقرر أن يتم إجراءها في 20 من تشرين الأول. عملية توزيع البطاقات البيومترية مستمرة والنسبة تجاوزت 96%. المواد اللوجستية المتعلقة بتزويد المراكز والمحطات قد تم استلامها من قبل المكاتب الانتخابية، ونحن الآن أو مجلس المفوضين في مرحلة تدقيق أسماء المرشحين. بعد المصادقة سوف يتم البدء بالحملة الانتخابية. وأيضا اليوم كانت لدينا خطوة مهمة وهي عملية تجريبية للأجهزة التي سوف يتم استخدامها في انتخابات برلمان أقليم كردستان، والعملية قد أنجزت بالنجاح من قبل موظفي مكتب انتخابات محافظة دهوك. 738,000 ناخب تم توزيعهم على 264 مركز عام، وأيضا 33 مركز اختراع خاص.